السلام عليكم، صباح الخير جميعا. هذا موضوع له أسبوع جاني السؤال عنه، قلت أتركه كذا في وقت مناسب وأتكلم عنه. بالنسبة لموضوع المناسف، قبل ما أتكلم عن التبخير حتكلم كذا عن أنواعها وكل نوع إيش الأنسب له كاستخدام. حوريكم عدة موديلات، ولاحظوا كيف القماش فيها. هعيد اقربها مرة ثانية وشوفوا كيف القماش نفسه. طيب، هذه كلها نوع مايكروفايبر وهذا قطن. هذا خليه في الأخير، لكن هنا المايكروفايبر إيش يفرق وإيش كل نوع استعمل في إيش. عندنا مثلا السطح، هذا سطح الميزان حيكون مناسب معه الخفيف جدا، مايكروفايبر خفيف سهل في التمسيح وزي كذا. نجي مثلا لهذا السميك، هذا مخصص ل طبعا أتكلم هنا في مجال القهوة، لكن هذه كلها لها استعمالات ثانية. شركات المناشف اللي بتصنع لاستخدامات الكافيهات والبار المنزلي، البار في المقهى، بيوفروا عدة أنواع في نفس المجموعة اللي راح تتباع. فأوضح لكم بس الأنواع، كل نوع إيش يستخدم. في ثلاث أنواع مهمة للبار المنزلي من المناشف التجفيف. النوع الأول يستخدم لعصائد التبخير، مخصص عادة لعصائد التبخير، وأكثر الشركات يخلوا لونه أزرق ويميزوه باللون هذا عشان يستخدم لعصائد التبخير فقط وتمسيح الحليب منها قبل وبعد التبخير. النوع الثاني عندنا يكون للأسطح وفي نفس الوقت لتمسيح الماكينة، بالذات اللي تجي كروم عشان لا يتخدش ولا يطلع علامات خدوش أو شيء، بالذات حتى وقت التمسيح مع الحركة الدائرية هذه أكيد الكل بيلاحظها في البدي حق السيارات وتطلع خدوش كثير، وإن كانت هي أصلا التنظيف. النوع الثالث يستخدم لتمسيح وتجفيف البورتفلتر والبن اللي موجود فيه. أغلب الشركات اللي تصنع منتجات وإكسسوارات وأدوات تنظيف للمكاين بيصنعوا ثلاثة أنواع، أو بيجي حتى لونين، لكن راح يكون مخصص نوع للحليب ونوع مخصص للمكينة وللأسطح، مو بالضرورة يكون للبورتفلتر حسب الشركة المصنعة، لكن لابد الواحد يعرف الشكل هذا كملمس حيكون مختلف طبعا عن هذا، وما راح استخدم هذا للحليب او هذا للحليب. حتى هذا العصايه نفسها احتاج لها تمسيح قبل وبعد، وفي نفس الوقت عشان يحافظ عليها الواحد من الخدوش، من ازاله بقايا الحليب منها بشكل صحيح. فاللون هذا او الملمس هذا يكون مخصص للحليب. انا في الحاله هذه بستخدم هذا النوع، في هذا النوع بستخدمه نفس الملمس، وأشوفه كمان بيزيل بشكل أفضل من بعض الأنواع اللي كنت أستخدمها. فمتوفرة في السوبر ماركت قسم العناية والتنظيف، اللي حاب يأخذ الأشياء هذه من قسم العناية في السوبر ماركتات، لكن الشركات
متخصصة في صناعة الأدوات والإكسسوارات القهوة، أكيد حتكون موجودة في المحلات الخاصة فيها والمواقع، لذلك بتلاقوها تجي عادة 3 ألوان، وأيضا في الشكل هذا لتمسيح البن من البورت فلتر للباريستا، وفي نفس الوقت يجي فيه خطاف عشان يتعلق ودائما يكون لونه بني. هذه من شركة راينوير، فتعجبني في الملمس، وتجي 4 في العلبة هذه البنية، وفي السودا للأسطح، وتجي 2 للحليب باللون الأزرق. وفي عندنا أيضا شركة كافيلات، تجي 4، 2 رمادي و2 أسود، أعتقد كلها كمان هتكون نفس الخامة. أيضا في الشركة الثالثة اللي هي كافيتو، عندهم برضو مجموعة مناشف للتجفيف برضو ممتازة، كل الشركات هذه الثلاثة مجربها وممتازة. كل واحد بيختار في النهاية حسب إيش المكينة اللي عنده، حسب إيش السطح الموجود عليها. البعض فيه عنده مثلا طلاء ما يحتاج الواحد يستخدم فيه النوع هذا، راح يخدشه أكثر، هذا غالبا للأشياء الأسطح القزاز والإكريليك والبلاستيك، هذه كلها حتكون مناسبة معها. في هنا القطن ممكن أمسح فيه البدي حق المكينة من الخارج إذا ما كان فيه مثلا كروم ويتخدش. طبعا هي سماكة وطبقات، وأيضا طريقة العناية فيها للتنظيف لها طريقة، ما راح أحط المناشف هذه مع أي منتجات ثانية تأثر عليها وتتراكم فيها البقايا، أجي أمسح فيها تروح تخدش لي الشيء اللي بأمسحه. فكل شيء له استخدام وخلاص يخصص للاستخدام هذا، ما أبدل بينهم. لذلك في ألوان، خلاص كل واحد باللون اللي اختاره يخصص الاستخدام حسب اللون نفسه.